الوقفه ديالنا اليوم كتجي تجسيدا للاحتجاج على المرسوم 23849 تنظن اللي تيدعو على انه جاب قانون اساسي اللي هو جديد. وهذا القانون حنا بالنسبه لنا كنعتبروه مجحف النساء ورجال التعليم في الثانوي التاهيلي، لانه لم يمس البتة نساء ورجال التعليم، لا في الترقيات لا في التعويضات لا في المهام لا حتى شي حاجه. اذا بالتالي ولهذا قررت التنسيقيه الوطنيه لخوض اشكال نضاليه متعدده. اولا بدينا بوقفات احتجاجيه على مستوى وقفه احتجاجيه قدام امام الوزاره اللي كانت يوم 4 سبتمبر، يوم 4 سبتمبر وهي وقفه احتجاجيه. قلنا لهم هذه وقفه احتجاجيه انذاريه، قلنا لهم وقفه احتجاجيه انذاريه يوم 4 سبتمبر. كذلك درنا برنامج نضالي بدءا من من يوم الخميس 26 سبتمبر لساعة ساعة في المساء، ساعة في الصباح وساعة في المساء في كل المؤسسات التعليمية إلى حدود اليوم. اعتبرنا بأن هذا اليوم هو يوم غضب، يوم غضب لنساء ورجال التعليم بالثانوي التأهيلي. إذا ندين كل إدانة للحكومة اللي صادقات على هذا المرسوم هذا، ونطالب كل الجهات المسؤولة، نطالب كل الجهات المسؤولة للعدول على هذا القانون هذا، لأنه قانون مشعف. وبيني وبينكم راه ما كيزيد غير يكرس التفرقة، ما كيزيد يكرس التفرقة وتيكرس كذلك يعني التدهور ديال التعليم بالمغرب. ولهذا أناشد كل المسؤولين وكل القوى الحية بالبلاد على أساس أنه تعدل على هذه القوانين هذه، تعدل على هذه القوانين هذه اللي هي قوانين مشعفة. وتحية نضالية مجددة. في اليوم العالمي للمدرس تنجزوا هذه الوقفة نداء لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لتنديد النظام الأساسي اللي جا مجحف حق هذه الهيئة. أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تهمشوا في هذا النظام، وجينا هنايا في وقفة نضالية حضارية تنددوا بهذا التهميش اللي طرأ على أساتذة الثانوي التأهيلي، وتنطلبوا بتسوية الملفات ديالنا والمطالب ديالنا فيما يخص الاحتفاظ بالحقوق والمكتسبات اللي كانت في النظام الأساسي اللي قبل، والمطالبة بالاحتفاظ بالمكتسبات ديالنا، وتنطلبوا بزيادة في الأجور، بإعادة النظر في العقوبات وكيفية التعامل مع الأستاذ، بحيث أن كرامة الأستاذ أصبحت مهددة، ولا يمكن أن نحتفل باليوم العالمي للأستاذ في إطار هذا النظام المجحف. وشكرا. أتينا إلى الرباط لنعلن رفضنا المطلق لكل بنود ومضامين النظام الأساسي الجديد الذي همش مختلف الفئات التعليمية وخاصة فئات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مجموعة من المطالب، منها درجة جديدة، التعويضات، مراجعة الأرقام الاستدلالية، التعويض على المناطق النائية، ومجموعة من المطالب الأخرى التي سطرتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. ونحن نعلن أننا كتنسيقية وطنية أننا سنخوض نضالات أكثر تصعيدا من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة والعادلة، وتحية لكل الفئات المناضلة والعادلة. هو إنزال لاستجابة للبيان الوطني الذي أصدره المجلس الوطني لتجسيد إضراب وطني 5 أكتوبر، وأيضا وقفة مجسدة أمام البرلمان. نحن هنا تنفيذا لما تضمنه البيان المجلس الوطني الذي سطر برنامج النضالية الوطنية، وفي هذا البرنامج وقفات ساعة في الصباح وساعة في المساء لمدة 4 أيام تنتهي بيوم 5 أكتوبر اليوم بوقفة وطنية ممركزة أمام البرلمان. لماذا نقف اليوم أمام البرلمان؟ بكل بساطة لأن الوزارة تتجاهلنا، بكل بساطة أن الوزارة لا تعير أستاذ تعليم ثانوي أي اهتمام. ولماذا أقول هذا؟ نكون جائرين في هذا؟ لا، لأننا منذ توقيع اتفاق 14 يناير المشؤوم من يعتبره مشؤوما، خرجنا في عدة خرجات، قمنا بوقفات في المؤسسات أمام المديريات، وزارة التربية الوطنية، أمام الوزارة في مناسبتين، وهذه المناسبة الثالثة.
خرجنا وكتمنا بيانات بلاغات وكأن هذه الوزارة لا تسمع ولا ترى. نحن ندين سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة معنا، وفي الأخير نجد أن النقابات التي تعتبرها الوزارة هي الأكثر تمثيلية هي مجرد متواطئة معها، والدليل ذلك خروج هذه الشغيلة التعليمية كلها سواء أسئلة الثانوي أو باقي الفئات رافضة لهذا المشروع، هذا المرسوم من مشروع القانون للنظام الأساسي، والذي حولنا من موظفي وزارة التربية الوطنية إلى قطاع التربية الوطنية، وهذا في محل التفاف على إخوتنا الذين فرض عليهم التعاقد لكي تظل تتم صفة أطر أكاديمية وليس موظف وزارة. ونحن نفهم هذه الألاعيب ونرفضها جملة وتفصيلا. بماذا نطالب؟ بكل بساطة، أولا لا يمكن أن تضع لي نظاما أساسيا تضيف فيه الكثير من العقوبات وتضيف فيه المزيد من المهام ولا تضيف فلسا واحدا. لا بد من تكون هناك عدالة أجرية والتعامل مع الأستاذ بما يستحق. المسألة ليست مادية فقط وإنما اعتبارية. كيف نخرج ونرسل بيانات وبلاغات ولا يهتمون لنا ويواصلون مسيرتهم في إنزال كل الإملاءات الدولية؟ نحن نتفهم الضغوطات التي على الحكومة ولكننا نرفض أي شيء يمس بمصلحتنا، فمن يمس بمصلحة الأستاذ هو يمس مباشرة بمصلحة التلميذ أبنائنا الذين هم الهدف الأساسي من العملية برمتها.